بينهما نقطة فقط وفارق مركز واحد في الترتيب العام. جمعتهما مباراة بمعطيات مختلفة والهدف واحد. المستقبل فريق شبيبة بجاية العائد بالتعثر الأول في مشوار الموسم إثر نزوله ضيفا على الرائد عين مليلة، ينوي استدراك الموقف وإسعاد الأنصار. المباراة اللي مع عين مليلة يعني شفنا والفريق تاعنا أدى مباراة نقدر نقولوا في المستوى، لكن يعني الهدف اللي أخذناه في الخمس دقائق الأولى أثرت علينا ما قدرناش نعاودوا نقولوا في النتيجة. إن شاء الله مباراة اليوم تكون يعني مباراة استدراك وين لازم نرجعوا يعني الثلاث نقاط اللي ضيعناها خارج الديار. والضيف جمعية شلف النازلي بمعنوية مرتفعة إثر فوزه الأخير على شباب عين فكرون، وهو يصبو لإضافة فوز ثان على التوالي ويزيد من الشهية لبلوغ المراد. الفوز يجيب الفوز إن شاء الله، وإحنا محضرين مقابلة عادية يعني إن شاء الله، ورانا محضرين جيدا، حضرنا غطيت الأسبوع مع الفوز عين فكرون يساعدنا إن شاء الله باش اليوم إن شاء الله نديروا نتيجة ونعرفوا بجاية فريق اللي يساعدنا يلعب فريق يلعب كرة قدم. ولكن المهمة لم تكن سهلة، فمرة أخرى اصطدمت التشكيلتان بمشكل ضيق وقت الإحماء، والسبب ككل مرة مباراة الرديف التي لم تنتهي إلا نصف ساعة قبل الوقت الرسمي لانطلاق مباراة الأكابر. نظن المشكل اللي صار لنا في 20 اوت عاودوا يعني في هذه المباراة، وين شفنا اللاعبين تاعنا يسخنوا وراء الشباك. هذه مش في صالحنا ولا في صالح الفريق الخصم، لانه عنده يا ربي خلاص 30 دقيقه قبل المباراه، عنده 15 دقيقه ولا 10 دقائق داخل الملعب، ومن بعد الحكم عيط لهم يعاودوا يدخلوا في غرفه الملابس. نظن انه هذا ياثر كثير. هذا اشكال يعني شفناه جديد هذا الموسم، يعني الفتره تاع التسخين تاعنا راه فتره ضيقه، وين يعني اللقاء تاعهم يكمل بنص ساعه قبل بدايه اللقاء تاعنا، وحنا نحتاجوا على الاقل 45 دقيقة باش نحضروا واحد الاريحيه تاعنا ونحضروا. احنا ما نضغطوش على يعني ما نضغطوش على الحكم تاع باش ينهي المقابله تاعه، مي احنا تسبب لنا ضغط في التركيز تاعنا في العمل تاعنا. وذلك ما طبع بدايه المباراه التي عرفت اصابات متكرره ونقص الريتم والتفاعل، مع تسجيل اسبقيه في المحاوله وبناء الهجمات لاصحاب الديار وكرات ثابته قاربت ادراك الهدف. في الدقيقة 25 بالغربي وبعد تمريرة ناجحة ضيع ما لا يجب تضييعه. الرد من الجمعية لم يكن سوى في الدقيقة 26 إثر ثابتة بين بالحوة وعطفان إلى بعوش برأسية يضيع كذلك. بالمقابل محاولات شبيبة بجاية أتت تباعا. الدقيقة 28 ثابتة بن شعيرة مباشرة صوب الشباك لولا تألق وليد أعبدي، وهو الذي تولى أيضا مهمة اصطياد كل الكرات الصعبة. آخر محاولة في الشوط كانت للشلفاوة بهذه الفتحة من عطفان، والبقية بدون تعليق. في الشوط الثاني ضغط أنصار الشبيبة البجوية تضاعف وطردت بمعيته المحاولات. الدقيقة 50 كرة ثابتة لحمزة والناس، العارضة تحل محل أعبدي. جمعية شلف حاولت هي الأخرى الرد وافتتاح التهديف ولكن بدون جدوى. إلى غاية الدقيقة 67 بالغربي يعرقل في العمليات الحكم بكواسة دون تردد يعلن الجزاء. تمثل له حمزة والناس بالفائدة ومعلنا الفرحة في المدرجات. جمعية شلف حاولت استدراك النتيجة برأسية بن حملة التي صدها بالهاني. في الدقيقة 75 بالغربي يضيع وجها لوجه فرصة تعميق الفارق لصالح الشبيبة البجوية. الدقيقة 77 الحكم بكواسة يشهر البطاقة الحمراء بعد صفراوين في وجه اللاعب بالحوة. الجمعية ورغم النقص العددي لم تتوقف وحاولت الرجوع ولو بنقطة واحدة إلى الديار، إلا أن كل الفرص أهدرت طارة من طرف الدفاع وطارة أخرى من طرف الحارس بالهاني. الدقيقة 83 أتت بما لم يكن في الحسبان. قائد الشبيبة مرباح وإثر خطأ تنسيقي بينه وبين الحارس بالهاني
يسجل ضد مرماه معدلا النتيجة. هدف غير مسار اللقاء 180 درجة، ولكن النتيجة بقيت على حالها، هدف لهدف، المسجل والمعدل من أهل صاحب الضيافة، والمستفيد الأكبر